مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، أكيد على كثير من الفقرات المتنوعة والمختلفة وآخر الأخبار المتداولة تتابعوها معنا اليوم في برنامج سيدتي. أهلا غزل، عبير ورندا، أهلا بكم. أهلا فيكم بنات. أكيد كلنا ما ننكر أنه كيف لو كان في شخص مريض وكان محتاج على قولتهم الشاية يتعلق فيها في سبيل أنه يرجع يستعيد صحته وعافيته، فما بالك لو كان أقرب شخص لك في الحياة مريض وتعبان وفي يدك أنك أنت تنقذيه. هذا اللي سوته ولاء الصايغ، ابنة محمد إسماعيل عاشور الصايغ، اللي أتفاجأ بعد ما طلع من غرفة العمليات أنه اللي أتبرع له بكليته ابنته ولاء. يعني ما ننكر يا غزل انه كثير مواقف زي كذا انسانيه صارت، خصوصا الفتره اللي فاتت، سواء كان زوج بيتبرع لزوجته او سواء كان صديق بيعطي صديقه، وكمان الموسم اللي فات تكلمنا عنه هذا الموضوع، احمد صحيح. اللي يتبرع لصديقه واسامه السعودي، فكانت يعني جميع هذه التصرفات، التصرفات اللي تمت فعليا بالانسانيه من هؤلاء الأشخاص، يعني كانت من جد يعني تحسسك أن الدنيا لسه بخير. طبعا أكيد، بس هي الفكرة أنه بنت عمرها 23 سنة، يعني في عز شبابها آثرت وضحت، ممكن يعني عملية زي كده ممكن تأثر عليها هي صحيا، أثرت أنه هي تدي كليتها لوالدها. وطبعا أكيد 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 لو مهما صار ما عمره حاجة في الحياة ولا في الدنيا تغلى على الأم والأب. أكيد طبعا. طيب إحنا معانا ولاء الصايغ الإبنة البارة، أهلين ولاء. أنا فيكي. أول حاجة وقبل كل شيء أنا أقول لك من أم الله يرضى عليكي. اللهم آمين. اللهم آمين. ولا أنا بس كنت حابة أستفسر منك عن حالة والدك الصحية، كيف بدأت وإيش اللي خلاك إنك أنت من جد ما تقدري ويعني فكرت إنك أنت تتبرعي له بكليتك؟ أول شيء كانت طبعاً مرحلة صعبة. أكيد. من أول ما سمعنا خبر إنه عنده فشل كلى. أكيد. طبعًا جلس 3 سنين وهو يغسل، طبعًا معاناة الغسيل يعني جدًا صعبة بالنسبة لينا ولي طبعًا. أكيد طبعًا. فحاولنا يعني إنه نوقف معه ونسانده. لما عرفت انه لازم تتبرعي او يكون احد يتبرع له بالكليه قصدك؟ ايوه. طبعا يعني جت الفكره في بالي، فسويت تحاليل بدائيه في مستشفى عندنا بضبة، كان في تطابق. ايوه انه في تقريبا يعني. فطبعا ساعدني اخويا وعمي في الموضوع لان ابويا ما كان يدري. طبعا انا قلت له قبل كذا ورفض. هو طبعا اكيد اللي حيرفض. إيه رفض 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 تام يعني. فسوينا هذا الشيء طبعا من وراه. فاول ما عرفت انه كليتي تتطابق معه وكل شيء تمام في مستشفى العسكري في تبوك، كملت الاجراءات لاخر يوم قبل العمليه باسبوع، اعطونا الموعد وخلاص عرفنا انه خلاص العمليه راح تصير. طبعا هو ما كان يدري الا وقت العمليه، عرف انه انا اللي راح اتبرع له يوم العمليه. ايوه يعني تقريبا يوم، يعني يوم العمليه احنا ما قلنا له بشكل مباشر. تقريبا هو بالمعنى انه حس تقريبا، فما حبينا نقول له لانه راح يرفض. اكيد طبعا. كذا ايوه. فكملت الاخر شيء انه ما حد يقول له هذا الموضوع ابدا، وكان سر بيني وبين اهلي الاخر يوم العمليه بعد تدري انه انا اللي تبرعت له. حبيبتي الله يرضى عليك. الله يا رب. الله يسلمك يا رب. يعني اللهم امين. ولا كنت ابغى اعرف رده فعله، هو كان حاسس بالموضوع من بدايه اليوم، لكن كيف كانت رده فعله لما صحى الحمد لله بعد نجاح العمليه وعرف انه انت المتبرع؟ كنت جنبه في نفس الغرفه؟ ايوه بعد ما فينا من عملية من الثانوية. ايوه. فجيت وكنت جنبه خلاص، يعني انا طبعا بعد العملية الحمد لله يعني كنت بصحة الحمد لله كويس. الحمد لله الحمد لله. فقدرت ايوه. فلما شفته على السرير وشافني قال لي يعني انت اللي تبرعت لي؟ قلت له ايوه.
طبعا كانت صدمة بالنسبة لي، بس جدا فرح يعني، كانت فرحته ما تنوصف، الحمد لله يا رب. جميل. الله يسعدك يا ولاء. يا ولاء بالذات انه الله. انت المتبرع كان احد افراد الاسره، ما تتخيلين يعني، انا ما اتخيل فرحة ابوك، وما اتخيل كيف يبغى يعبر لك دمعت عيونك. لا ما دمعت، بس انه حبيت حلو لما لما يكون احد من اهلك وانت تعطيه جزء منك. بس تعرف ايش انا اقول لك يا ريندا؟ اوكي طبعا هذا يدل على انه ابو ولاء فعلا احسن تربيتها، ويعني اعطاها الكثير من الحب والحنان، فهي بالتالي شافت انه هي لما سوت الشيء ده هي ما تعتبر سوت حاجه. بس قديش يكون صعب على الام والابو لما جرح يصيب ابنهم او ابنتهم، فما بالك انه لما الابو ولا الام يعرف انه انا بنتي فتحت بطنها عشان تعطيني جزء منها، انا اعطيكي مش انت تعطيني، عرفتي الاحساس ده؟ ف أنا ماني عارفة إيش ممكن أعبر عن الموضوع ده، لكن ما أقول غير الله يبلغ أهلك فيكي ويخليكي ليهم ويخليهم ليكي. اللهم آمين. طبعا أكيد شكرا لك يا ولاء،